معكم دكتورة ميليان دوزي، طبيبة عامة بمدينة الدار البيضاء. اليوم غادي ندويو على الصيام والأمراض التنفسية. الأمراض التنفسية الأكثر انتشارا كاين اللي هي سبب ديالها عدوى بحال الزكام، الرواح، التهاب القصبات الحاد، برونشيت الحاد ولا المزمن. هادو أمراض ديال العدوى، يعني واحد كيجمعو البرد، كيجيه تعطس، كيجيه الكحبة، يمكن تطلع شوية درجة الحرارة، يمكن يكون كيدير كيخرج إفرازات. في هذه الحالة على حسب تطور الحالة، إذا كان خفيف أعراض خفيفة يقدر يكمل الصيام ديالو، أما إذا كانت حالة متطورة اللي كتنضطروا أننا نعطيوه أدوية بحال مضادات حيوية أو الكورتيزون أو هاد المواد اللي كتخد عبر الفم، فخاصو يفرق الصيام ديالو باش يتبع الدواء ديالو. فاش كتكون أعراض خفيفة ولا المراحل الأولى يمكننا نوزعوا الأدوية على حسب السوايع ديال الإفطار. في الحالة ديال المضادات الحيوية ولا الأنتيبيوتيك مسألة شوية صعيبة على حسب الحالة وعلى حسب المرض المعين. في هذه الحالة يجب الالتجاء إلى طبيب المعالج. والاشكال الاخرى ديال الامراض التنفسيه هما اللي داخلين في نطاق الحساسيه ولا لي مالادي اليرجيك اللي داخل فيهم الرب او الضيقه او الحساسيه كيف ما كنعرفوها كاملين، لا رينيت اليرجيك ديال الموسم. الربو أو الضيقة هي واحد شكل من أشكال الحساسية ديال القصبات الهوائية اللي كتؤدي إلى الالتهاب في ديك القصبات الهوائية، وكينتج على واحد الضيق في التنفس. يقدر يمشي مع يدير شوية ديال الكحبة، يقدر ديك الكحبة تعمر، يقدر تزير له صدرو، يقدر تزير له التنفس ديالو. هنايا عاود على حسب الحالة، على حسب إذا كانت هذاك لازم ولا هذيك الضيقة مسيطر عليها بالأدوية ديالو وكياخذ غير البخاخات ولا عنده غير دواء واحد في النهار، يمكن له يصوم بدون اي مشكل. اما اذا كانت حاله متطوره او لا اون كريز، جاتو نوبه ديال الضيقه، ديك الساعه على حسب الحاله ولا حسب العلاج اللي خاصو ياخذو. الحساسيه نفس الشيء، الحساسيه على حسب واش حساسيه خفيفه، يعني الاعراض ديالها خفاف يقدر الواحد يتعايش معهم ويقدر يصوم نهارو عادي، او لا حساسيه مجهده اللي غتلزمنا اننا نعطيه علاجات مجهده عليه شويه. خاص الواحد يحضي مع العوامل اللي كتاثر على هاد النوبات ديال الحساسيه. رمضان على حسب اين شهر كيطيح، في اي في اشهر البارده ولا في اشهر الصيف. دابا جينا مع الربيع، يعني لي زاليرجين متواجدين، تقدر تكون الحساسيه متواجده. خاص الانسان يستشر مع الطبيب المعالج ديالو باش يعرف واش ياخذ الدواء، امتى يقدر ياخذه، باش يكون عنده واحد الفعاليه باش يقدر يصوم بشكل طبيعي. البخاخ العلماء اتفقوا واختلفوا، غالبا تيقولوا انه ماشي مشكل، ماشي من المفطرات. غالب العلماء اتفقوا على ان اللي كيفطر هو الدواء اللي كيتخذ عن طريق الفم. كل واحد و كل واحد والحساسيه ديالو. الحساسيه معروف خاصنا نتجنبوا هذيك الماده اللي كدير لنا الحساسيه، يمكن لها تكون الغبره، يمكن لها تكون البولان، يمكن لها تكون الدخان، يمكن لها تكون البروده شي مرات. كل واحد والحساسيه ديالو، والعلاج الوحيد ديال الحساسيه هو تجنب هذاك العامل اللي كيدير الحساسيه. وفاش كتجي الحساسيه تنديروا العلاج ديالها بالادويه اللي متواجده حاليا، من الاقراص الانتيستامينيك حتى دواء الكورتيزون اللي يا اما كيتخذ عن طريق الفم يا اما كيتانجيكتا كاريمون، على حسب الحاله.